حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية. حازم وشجاع وصارم في محاسبة الفاسدين، هذه هي الصفات الثلاث التي حددتها المرجعية الدينية في النجف لرئيس مجلس الوزراء العراقي المقبل، صفات يراها عراقيون كثر صعبة التحقق عمليا في الواقع السياسي، فبعضهم يرى أنها غائبة تماما عند ساسة البلاد الذين تسنموا مناصب سيادية في الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. جميع الموجودين لهم أجندات خاصة ولهم أجندات خارجية، فبالتالي يعني وهناك مجاملات على حساب الطائفية والقومية والأحزاب وحتى على يعني العشائرية، فلذلك ما نجد أي شخص يملك هذه المواصفات حاليا. السياسيين صامين أذانهم عن صوت المرجعية، المرجعية من 2003 لحد الآن تنادي بالتغيير وتنادي أنه يخدمون هذا الشعب المسكين والأمر ما يتغير، فما أعتقد كلام المرجعية مسموع من قبل السياسيين لا الآن ولا بعد سنة. خطاب غير المعادلات وأربك وجوها سياسية كثيرة تزامنا مع أيام التفاهمات لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن خطاب المرجعية متأخرا، خصوصا وأن الأزمات الخدمية والاقتصادية تعصف بالبلاد، ما يضع خطبة المرجعية في خانة محاولة امتصاص غضب آلاف المحتجين والمتظاهرين في الوسط والجنوب. المرجعية تعرف جيدا، والمرجعية نادت هاي المنادى إرضاء إلى المتظاهرين، إرضاء حتى تمتص حالة النقمة. فيما يرى مواطنون الحكومات العراقية المتعاقبة بأنها أدمنت لعبة التسابق في تأييد المرجعية بالبيانات فقط، لكنها واقعا لا تمتثل للمرجعية، بل تعمل على كسب المزيد من الامتيازات والصفقات، وتسعى إلى عقد تفاهمات للاتفاق على رئيس وزراء سيبقى أسيرا للكتل والأحزاب السياسية. الأمور البسيطة يصيحون احنا المرجعية ونمتثل للمرجعية، لكن من ترجع على امتيازاتهم وعلى مخصصاتهم وعلى ما يحصلونه من فساد إداري ومالي لا يمتثلون إلى المرجعية. الآن المظاهرات موجودة والشارع العراقي فهم اللعبة، إنه رئيس الوزراء المقبل إذا كان يخرج من رحم هذه الأحزاب وهذه الكتل فإذا لا فائدة منه. خطبة لاقت تأييدا ودعما من كبار المسؤولين ورؤساء الكتل السياسية والحزبية، وهم ذاتهم يمسكون بمقاليد البلاد منذ عام 2003 حتى اليوم، ويسعون اليوم لتشكيل حكومة تعتمد المحاصصة ولا تختلف عن سابقاتها، وكأن الخطبة تتحدث عن ساسة آخرين في بلد آخر ليس العراق. من بغداد، خمال الكاتب، الحرة.